أشرف سيادة السفير أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب. سيادة السفير برحب بيك. أهلا بيك والمشاهدين. أهلا إزاي حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله. يعني طمنا على بعثة النادي الأهلي والاستقبال طبعا في وجود طبعا محمود الخطيب رئيس بعثة النادي الأهلي واللاعبين والجهاز الفني. هو طبعا الفرقة وصلت امبارح في حدود الساعة 8:30 9 بتوقيت المغرب. أنا الحقيقة كان عندي ظروف ما قدرتش أحضر، إنما كان زمايلي المستشار السفارة والقنصل كانوا في استقبال البعثة. الأمور عدت طبعا يعني الحمد لله بخير وكانت سريعة، والفريق وصل للفندق واستقر فيه يعني في حدود يمكن بعد ما وصلوا بساعة ساعة ونص كتير، يعني كان كله مستقر. أنا الحقيقة زرت البعثة النهاردة، كنت زرتهم في الفندق، يعني شفت البعثة التقيت بيها وطمنت طبعا على أحوالها، وطبعا قعدت مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة. يعني طبعا كنت بطمن برحب بيهم طبعا، نطمن على الأمور، نطمن على الاستعدادات، ويعني تشجيع طبعا، ونشوف معنويات البعثة والفريق، ويعني تناقشنا في حاجات كتير يعني. طيب هل كان في طلبات معينة من محمود الخطيب، من مجلس الإدارة، من أي حد في أفراد البعثة؟ الحقيقة لا، احنا طبعا كنا متواصلين مع النادي الأهلي، مع كابتن محمود الخطيب وكابتن سامي عادل وسيد عبد الحفيظ بقالنا أكتر من 10 أيام. يعني كل الترتيبات الحقيقة تمت، يعني كنا متفقين على كل حاجة. انت عارف النادي الأهلي بتبقى يعني الأمور ماشية بانتظام، عارفين هم بيعملوا إيه، مش أول مرة يجوا، فكل يعني ما كانش فيه طلبات. طبعا احنا موجودين كبعثة، أنا وزمايلي في البعثة موجودين طبعا، لو حصل أي حاجة احنا يعني إن شاء الله ما يحصلش، يعني يكون في حاجة معرقلة طلبات، أكيد إن احنا طبعا دورنا الأساسي إن احنا نسهل كل الأمور، ولو في حاجة نحلها نتواصل مع الجانب المغربي سواء الاتحاد سواء السلطات الأمنية، يعني بحيث إن كله إن شاء الله يمر بسلام. وهو الأمور الحقيقة الجانب المغربي قايم بالواجب وزيادة، كل الأمور ماشية يعني بسلاسة تامة. يعني يعني فيما يخص الجالية المصرية المتواجدة طبعا في المغرب، هل هيتم السماح ليها بحضور مران او ولا في ظل الصعوبات او في ظل الظروف اللي يعني بيمر بيها نهائي افريقيا ممكن لا يتم السماح للجماهير بحضور التدريبات؟ لا بالتاكيد في ظل الاجراءات الاحترازيه اللي موجوده ومطبقه على فكره من بدايه كورونا مارس 2020، ف يعني ما فيش طبعا اي مشاركه من الجماهير سواء في تدريبات او في المباراه. طبعا دي كانت تعليمات واجراءات احترازيه. طبعا المفروض انه فريق الاهلي والبعثه في يعني فقاعه، المفروض ان هو ما يبقاش في اختلاط بمصلحه النادي الاهلي طبعا، ما يكونش في جماهير لان انت عارف الظروف الصحيه، فاحسن حاجه انه الامور يعني الناس تكون متباعده. وبالتالي طبعا يعني من بدايه ما الاهلي وصل النهائي فكل الجاليه بتتصل عشان يسالوا على المشاركه سواء حضور في المباراه او كده، انما طبعا تعليمات السلطات المغربيه كانت واضحه في هذا الشان، يعني انه ما فيش طبعا مشاركه جماهير، ما فيش مشاركه جماهيريه خالص ولا حضور جماهير للمباراه، وبالتالي طبعا التدريبات ده بينطبق عليها. طبعا ظروف خاصة ومختلفة عن كل النهائيات اللي قبل كده، إنما مع الظروف الحالية في العالم كله يعني طبعا الأفضل إن احنا نلتزم بهذه الإجراءات. معالي السفير، هل في اهتمام من وسائل الإعلام المغربية ولا علشان المباراة ما فيش طرفها فريق مغربي فما فيش اهتمام كبير؟ لا بالتأكيد في اهتمام، هي نهاية بطولة أفريقيا بيقام في المغرب، هو كان محدد أنه يقام في المغرب بغض النظر عن مين اللي هيوصل بالظبط. فبالتأكيد في اهتمام، سواء الجماهير سواء الإعلام سواء الاتحاد والسلطات طبعا من يعني همها أن هذا الحدث ينجح طبعا،
بيستضيفوه فلازم ينجح. بالتأكيد أنه الاهتمام أقل من مثلا لو كان الوداد كسب كايزر ولعب النهائي، بالتأكيد كان هذا اهتمام أكبر، اهتمام بفريقهم طبعا وتشجيعي. إنما الاهتمام موجود، التعاطف طبعا مع النادي الأهلي أكتر، فريق عربي بداية، نحن بلد عربي. ثانيا طبعا كايزر هو اللي كان كسب، هو اللي خرج الوداد، وبالتالي يعني في اهتمام وفي تشجيع للنادي الأهلي وتعاطف، وربنا يسهل طبعا ان شاء الله باذن الله. حضرتك بتتابع النادي الاهلي ولا يعني علشان، او بتتابع الدوري المصري ولا علشان طبعا مسؤوليات حضرتك ففي صعوبه في المتابعه بالنسبه للفريق في الفتره الاخيره؟ لا طبعا بالتاكيد يعني مع المسؤوليات بيبقى صعب، انما بتابع، بالتاكيد بتابع، يعني انا راجل رياضي اصلا فبتابع طبعا الرياضه مش بس الكوره، يعني بتابع. حضرتك كنت بتلعب لعبه معينه يعني ولا؟ انا كنت بلعب باسكت، لعبت باسكت مده طويله. طيب ده في نادي معين ولا بلاش اذكر اسم النادي؟ لا لعبت في الاهلي وفي الزمالك في الاثنين. والله مين بيعجبك من اللعيبه دلوقتي يعني في النادي الاهلي؟ بالنسبه لاسامي الحقيقه مش متابع ده بجد، يعني مش يعني يمكن اعرف حسين الشحات، تعرف الهداف محمد شريف، محمد شريف يعني دول متابعهم طبعا. معلش عذرني الاسامي بالسن بقى. لا ربنا يقوي حضرتك، وانا بشكر حضرتك طبعا على تواجد حضرتك طبعا معانا على الهواء، ده رقم واحد، وتواجد حضرتك طبعا مع بعثه النادي الاهلي، وبعزيك طبعا على الهواء، لان علمت طبعا ان الظروف اللي منعت حضرتك من التواجد لاستقبال بعثه النادي الاهلي هو وجود حاله وفاه عند حضرتك، فانا بعزم عليك يعني. الله يخليك، تسلم، شكرا. بشكر طبعا معالي السفير اشرف ابراهيم